جوت مورجان او جودن تاج، تحيه صباحيه بالالماني لنحطكم بالاجواء موجودين فيها نحن اليوم. بهالحلقه رح نحكي عن محرك الفي 6 المزود ب 24 صمام، 6 اسطوانات بشكل 7 بالعربي، 4 صمامات لكل اسطوانه، ودبل اوفر هيد كان شافت. هالمحرك بيولد قوة 200 حصان، نسبة عزمه القصوى 265 نيوتن متر على أكثر من 4000 دورة. بحب أذكر هون إنه عنا يوني بادي، ما عنا بادي أون فريم، يعني عنا الهيكل الشاسية تبع السيارة والعلبة تبع السيارة والكوك كلهم بتلحيمة واحدة بعلبة واحدة. ما عنا فريمز أو الشاسية وبعدين بتجي صندوق يلي بتركب على السيارة. أما توقف مع أول بيت ستوب بهالحلقة، كليب سريع لعشنا أجواء، رح نجرب السيارة ونبحش فيها شوي. هو يا معلم شو عم تعمل؟ ليش عم تدور السيارة؟ سوري بس عم نجرب السيارة. شو صار هذا؟ بدنا نعمل فيها برمة لنفرج المشاهدين قوة برفورمنس تبع العربية، وتحدى نطلع بمورال أو فكرة من وراء هالحلقة، وياخذوا نتيجه او يشوفوا نتيجه هالمحرك في 6 اللي عم نحكي عنه. وحياة الله شو؟ والله شو؟ مين سمح لك تمد ايدك على السياره؟ اذا بعرف انك رح تمد ايدك على السياره، ايدك لكسر لك اياها. هيدي السياره لإلي، هيدي فواتور دو كوليكسيون، وشايفها ومش مصدق. اذا بعرف انك دقرت بس هيك دقر، ما بتعرف شو بصير، روح العب غير هون. بس بدنا روح العب غير هون. عمو بليز بدنا نعمل برمي بدور صغير بس بنبرم فيها برمتين بنشفط شوي. ولا نص برمي، اذا بعرف انك دقرتها ما بتعرف شو بصير. عمو بليز بس بدي افرجيهم رونداليت راس التربيع كيف بتطرطق على لبيدات الشور الكرانك تبع الجنزير الصدر. بس برمي صغيره بس تشفيطها صغيره. ولا نص برمي. عمو برمي بس عمو معروف. طيب روح العب برنامج. روح العب برمي صغيره. روح العب حد بيتك. أعزائي المشاهدين، مثل ما شفتوا الهبيلة ما خلينا نجرب السيارة، بس تزعلي آخر همي لأن أنا عندي السيارة بالبيت بشفط فيها بحش فيها وما حدا بيحكي معي. على كل حال بتمنى له إنه هو عم بيسوق هالتانك تبعه ضغط الكمبرسور عنده يشتغل زيادة عن اللزوم، هالشي بيفوت أكسجين أكثر على غرف الحريق، شي يلي بيعطي قوة اندفاع أكثر للسيارة فبيزحط على الكوع بفوت بالحيط. بيشكر ربه انه ما ضربته بمفتاح الجنط او طرقته شي كف هرقت له رونداليت سنانه وعزقت سنانه.